السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي. تستمر تغطيتنا لمباريات دورينا والتي بدأت مع المتظهر من خلال تفوق بعض الأندية ومعاناة البعض الآخر. الإمبراطور السيباوي في الصدارة والتي أصبحت مهددة بعد التعادل السلبي مع العميد الاتحادي من قبل بعض الأندية التي بدأت ملامحها تظهر في التنافس على درع دورينا. نستعرض لكم مباريات الجولة الثالثة والتي سوف تلعب في يومي الأحد والأثنين في 27 و28 من شهر ديسمبر لعام 2020 ميلادي. والبداية مع مباراة الذكرى الموسم الماضي بين الرصداق وظفار. نادي الجبل يستضيف زعيم الأندية العمانية في مباراة تصحيح أخطاء المباراة الماضية والتي خسرها عن نادي الجبل. سجلها الغافري جول. بالمقابل زعيم الأندية العمانية عينوا على 3 نقاط التي تقربوا من الصدارة بعد خصم 6 نقاط من رصيده للأسباب التي أنتم تعرفونها. النتيجة لا زالت بالتعادل السلبي. يزيد المعشري مكاره في اليمين الهلف اليسار في كرة خاطفة. الخاطف للأهداف عمر الملكي. المباراة الثانية مباراة الانطلاقة بين الصحم والمصنعة. يستضيف موج البحر الصحماوي السهام الحمر المصنعاوي وتفكيره الخروج من الوضع السيء في بداية الموسم وفقدان 12 نقطة إلى الآن. وهو للأهداف صحم يتقدم. بالمقابل السهام الحمر لمواصلة التألق وكسب 3 نقاط أو نقطة أقل تقدير. المباراة الثالثة الانفراد بالصدارة. يستضيف الامبراطور السيباوي ازرق الداخلية لكي يصحح سلبيات المباراة الماضية وعدم فقدان النقاط لكي ينفرد بالصدارة. السيباوي امجد الحارثي عرضية خطيرة من دون مقدمات. السيبي يسجل. بالمقابل ازرق الداخلية والذي بدأ يلمح بالانسحاب من الدوري بسبب الامور المادية سيحاول ان يوقف انطلاقة البطل السيباوي وتجنب الخسارة الثانية. مباراة الإثارة بين صحر والاتحاد. العميد الاتحادي سيرحل إلى دار التماسيح وعينه على 3 نقاط بمواصلة تقديم العروض الجيدة بعد المباراة الرائعة التي كانت بالجولة الماضية ومواصلة تجميع النقاط. ملعوبة عالية للأمام راس حلوة. الله الله جول أول مؤيد عوضنا. بالمقابل التماسيح إذا أرادت المنافسة لابد أن تكرم ضيفها بعد أن خسرت 3 نقاط في الجولة الماضية. المباراة الخامسة لتصحيح الأخطاء بين بوهلة والنصر. يستضيف أصفر الداخلية الملك النصراوي والتفكير الذي يراود لاعبي الإطاحة بالملك النصراوي والوصول إلى النقطة الرابعة. خرج بهلة من هذا المازق بيتر. بالمقابل الملك النصراوي يريد أن يكون بالقرب من الصدارة، بالتالي ستكون 3 نقاط هو مبتغى وممكن أن يتصدر الجولة الثالثة في حالة فوزه بعدد كبير من الأهداف. درب العاصمة بين مسقط وعمان. العاصمة العمانية مسقط ستشهد درب قديم في الزمن الجميل بين فارس مسقط
والعميد. يدخل فارس مسقط المباراة ليتجنب التفريط في النقاط. في الأول من خلال هذه الجولة رأسية، جول جول بالمقابل العميد العماني لمواصلة كسب النقطة السادسة والاقتراب من الصدارة مع مدربه المتألق الكابتن علي الخنبشي. ما زالت الكرة مستمرة والتسديدة جول أول في المباراة. المباراة السابعة قمة الجولة، السويق والنهضة. سيرحل العنيد النهضاوي إلى الباطنة باستضافة شعاع الشمس لإبعاد شعاع الشمس من الوصول إلى الصدارة. مقابل شعاع الشمس تفكيرها الوصول إلى الصدارة وتسجيل عدد من الأهداف التي ستجعله يتصدر الدوري. يبعد الكرة في وسط الملعب إلى دييغو بشكل جميل. دييغو إلى أين؟ عصام الصبحي جول. لكم الحب، دمتم بود، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.